فعشان ما يخشك واحد يقول لك يا جماعه ديل ناس طبعا صالحين وديل اولياء وديل صلاح وديل بيقوموا الليل واهل السلسله بناديهم ما عارف ليه قبل ما جيه قبل دويه صار فاشي بشر بيه الشيخ التوم والكباشي انت عشان ما يخشوك بالمدايح بتاعتهم دي وديل ما عارف ليك ده كله كلام فارغ من عمل صالحا فلنفسه الايدي نشطبه وليت دارني اغني ليك واجيب ليك مديح واجيب ليك كلام ابوك الشيخ البرعي نركب فوق بوكس جديد اما تشوف بوكسك بوين انت فهمت هنا في قران وحديث تلعب ولا شنو انت الله قال من عمل صالحا فلنفسه انت شد حيلك واعمل صالح لانه ربنا تبارك وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا تخش الجنة عمل صالح الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى تدعرف سورة شنو ولا بتكورك ساي فانسى أنا خليك معه حرتي سرتي له الفجل له البامبي لا عارفه فجل لا بامبي فهمت الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآيات دي سورة النحل أمشي أقرأها أقرأ قرآن كويس فهمت أقرأ قرآن كويس عشان ما تجيك جوت لنا هنا أنا بقرأ لك آيات يا أخي فهمت ده كلام المشركين الزمان كان عندهم أولياء غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى فلما رفع العلم عبدوا مع الله عز وجل بيقوا يتوكلوا عليهم ويدعوهم من دون الله وينذروا لهم ويذبحوا لهم انت ما لقاك واحد شايل عتود ضبحه في القبه ما لقاك كله انا قبل كم يوم في مبده لقاني واحد بليد خالص قال لي انا كل سنه بودي تورين لشيخ تورين والله تور زي التور انت عارف 15 مليون قلت له ال 15 مليون دي بتجيب موتر يعني ناس عندك قريبه الدلاله بتاعت مواتر عند الشيخ هناك والله جت كل سنه بودي 15 مليون للشيخ قلت له يا اخي ما توديها القروش دار تنفيقها انفيقها في سبيل الله قال لي لا لو ما وديتها انا بمرض تعرف البلاده كيف قال لي ببقى عيان والله والشيخ ده مسكن متى ما نصيحه ليش عبيان بتاع شنو قال لي والله لو ما وديتها ببقى عيان قلت له يا زول ربنا تبارك وتعالى قال واذا مرضت فهو يشفين قال لي لا لو ما وديتها القروش ما بتجيني قلت له يا زول ربنا عز وجل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كلكست على مره واحده طبعا بيفتح هنا شغلنا دفاع صلب بجاي بدي ساطور بجاي في عندنا باكات في سريعين خالص انت كلامي ما خليت فرقه اخر حاجه قال لي والله انت وهابيه وما نافعين اقول وهابيه وما نافعين انت واوعك تزعل لسه انت كلامي فدي دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وأخواننا كلموك عن العقيدة وعن العبادة وعن إفراد الله عز وجل بالعبادة أما متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا تبارك وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا أخواننا أنا بقرأ قرآن والزول البجوط مع القرآن أنا بقرأ قرآن وهو بجوط معناه ما داري شنو ما داري القرآن صح بزعل انت الله قال واذا تتلى عليهم اياتنا بينات دي سورة يونس واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدلوا كلامكم داعي ما ينفع معنا اولياء واسالوا الله نحن كفار غير كلام قال ائت بقران غير هذا او بدلوا الله قال قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فالكلام ده بنخليه والله الذي لا إله غيره ما بنخليه أبدا إمتى لو كتلونا عديل تقلق بنسكت يعني ما بنخلي ده دين يا ذول ده دين نزل من السماء إمتى كلامي جاهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومات فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نجي نخليه عشان طاقتك الخضرة دي طير طو طاقتك تم مجنون في مخك ولا إمتى ده الأولياء قال عبدوهم مع الله تبارك وتعالى الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فهذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى أن المؤمن عليه أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام والله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. انت فايت قال لك ما تتابع غير النبي عليه الصلاة والسلام، اوعد تتابع لك زول غير النبي عليه الصلاة والسلام. هسي دير مبارلين رجال، والله صحيح رجال، بس ابونا الشيخ ابن الشيخ زعموط، شيخ الطريقة الزعموطية، ابونا الشيخ فلان ابن فلان شيخ الطريقة الفلانية، ونحن تبع الشيخ فلان وديل تبع الشيخ فلان، كله باطل كله باطل. عندك دليل، عندك دليل من القرآن والسنة انه الله قال يتابعوا الطريقة بتاعتك دي؟ انت شنو سمعني هاي؟ عندك دليل انه الله قال نبقى سمانية؟ الله قال ها من كان سمانيا دخل الجنة؟ لا. عندك دليل انا ابقى تجاني في تجاني هنا؟ عندك دليل من القرآن والسنة انه انا ابقى من التجانية واتابع الطريقة التجانية؟ لا. التجانية من ابطل الطرق في العالم على وجه الكرة الارضية، في انت كلامي اوعى، ابطل الطرق واكفر العقائد بتاعتهم دي، اكفر العقائد في الطرق الصوفية، انت كلامي. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.